مصر. هناك كل رفاق القوميين التقدميين يشتركوا كل واحد على الطاولة، لكن كلنا مندس على بعضنا يعني انه هذا ما 10 دقايق. قلت له سيادة الوزير في مصور؟ قال لي اذا كان موجود بكون، اذا ما فيش لا ما راح نجي. يعني منك يعني شو بفتي انا بدي الصوره لحتى اجاوب امريكي. ف 10 دقايق صرت انا افكر انه هودي بكره بيقولوا ايه شافوا دقيقتين. قال 10 دقايق كيف بدي برر حضوري وانا مش منتظر شوف عم بتنصر. على كل حال وصلنا على الباب، فتنا على الباب بعد 5 دقايق بيطل عبد الناصر وكان في اوج شعبيته هو بيطل. وقفنا نحن اثنيناتنا، فانا افتكرت انه يعني كثير وقار وكذا، يعمل لي عامل شيخ عروبة واسمك كلوبيس، اتغير اسمك يا خويا. انا لما شعرت هيك قلت له سيادة الرئيس اقترح بديل، قال لي قحطان. قلت له سيادة الرئيس ما في شيء بين وبين. اخذ لي ايدي وقال لي يلا حناكل عشاء صغير تفضل. قال له يلا تعال يا كمال. وعدنا اول شيء ضل تقريبا نص ساعه يناقشني انه هذه لم تكن انقلاب كان ثوره، وانا قال له بعد جاي يعني طازم من اقصد بفتكر حالي يعني شيء مهم. قلت له لا وهي طبعا اندرجت كذا، صرت برر له انه هذا انقلاب ابدا. ثاني جاب الكتاب لحتى يقرا قري انه هذا انقلاب وما يعني ما كان يقل إن مثل ما تفضلت انت يلا بالمحاضرة صرت تقول انه عمل اجراءات هذا، هو ذكر نفس الشيء. قلت له بعدين انا خلص بدي عم باكل معه وراحت 10 دقايق و20 دقيقة. قلت له سيادة الرئيس هذا انقلاب نضج الى ثورة. ما كان يقبل، ثورة من الأول. على كل حال من بعد ما خلصنا هيك وبعدين قلت له من بعد تأمين القناة ومن بعد كذا صارت ثورة، وهي ثورة من الأول، يبدو أنك زرعته بذور الثورة وأنا ما كنتش عارفه. كملنا خلص صرنا نحكي، صار يسألني عن لبنان، صار يسألني شو أكلتوا إيه؟ أكلنا شوربة ونسيت أحسن جواب، بس خبز سميك، خبز سميك أسوأ. بعد شوي بعد ما خلصنا من الموضوع بيقوم كان أحمد بهاء الدين طلب مني إنه إذا شي مرة شفته ممكن أطلب الإفراج عن دكتور لويس عوض. كان مسجون، أنا ما بعرف مين لويس عوض وقتها. قلت له من بعد ساعة ونص على العشاء وحكي وكذا ونقاش حلو، بعدين صفيت انا معه يعني قلت له انا خلص انا بعمل، انا بسمع انك بتعمل مظاهرات، قال لي يعني اعترف اني انا معه بس بده يحاكمني انه بالاول. على كل حال قلت له انا سياده الرئيس عندي طلب، انا بس قلت له عندي طلب كمان رفعت تعصب على اجري. انا بقول ليش؟ قلت له سياده الرئيس في دكتور لويس عوض هذا أديب كبير ومسرحي كبير وكل الشباب بلبنان، قلت له فين كل الشباب يعني يطلبوا الإفراج عنه، هذا رجل يعني يستحق الرضا وكذا. أنا بس قلت له هاي
قال لي ليه؟ لأنه قبط زيك. قلت له إذا بدك تاخذها من رصيدي فليكن. ولذلك هذا كان أول مقابلة معه.